يعني ربما الإطار التنسيقي كان يتمنى أن تنتهي الأزمة وهذا الانسداد السياسي لتأتي مبادرة السيد الصدر باستقالة نوابه من البرلمان كالهدية وردة قدمت للإطار التنسيقي. افرحوا، خصمكم وراح. نعم تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. لا شك أنه اليوم السيد الصدر كل هذه التحالفات التي أجراها وأصر على حكومة أغلبية، لكن حكومة الأغلبية لم تتحقق بوجود هكذا معادلة بالنسبة للإطار التنسيقي، وجود الإطار التنسيقي وقوة الإطار والمقاعد التي حصل عليها الإطار والمتحالفين مع الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي بقي الثلث الضامن لمسألة تمرير رئيس الجمهورية. هذا جانب. الجانب الآخر، اليوم السيد الصدر هذه كلها يعني باعتقادي لم يتوصل إلى مسألة يعني الحكومة، حكومة أغلبية، لكن نحن كتيار حكمة كنا نريد أن تكون هناك حكومة أغلبية موسعة تحتوي كل الأطراف السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي، لكن اليوم يعني بدأنا أو يعني في هذه المسألة انغلاق سياسي تام بمسألة، وهذه الضغوطات التي تمارس من كل الأطراف على العملية السياسية سواء كانت الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي، لكن لابد أن تكون كان من المفترض أن تكون هناك تنازلات فيما بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي للمضي بتشكيل الكتلة الأكبر، لكن لحد الآن لم نرى مبادرات حقيقية. نحن طرحنا، سماحة السيد الحكيم طرح مبادرة لتقريب وجهات النظر، لكن لم تؤخذ صداها من قبل بعض الأشخاص وبعض الكتل، بالتالي هذا الانسداد سوف يجر البلد إلى الهاوية لا سامح الله. واليوم الكتلة الصدرية سيد عمر بعد الترحيب بك ثانية، اسمح لي قبل أن أنتقل إلى سؤالي أن أنوه بالخبر العاجل. رئيس البرلمان العراقي السيد محمد الحلبوسي وقع إذن على استقالات نواب الكتلة الصدرية. رئيس البرلمان العراقي وقع على استقالات نواب الكتلة الصدرية ونوافي أيضا يعني مشاهدينا بالتطورات تباعا في حال توفرها. تقديم استقالات الكتلة الصدرية من بعد تقديم الاستقالة، البعض رأى إذن سيد عمر بأنه الإطار بهذه الطريقة تنفس الصعداء بعد هذه الخطوة الأخيرة من السيد الصدر. في المقابل هناك من يرى أنه تقديم الاستقالات ربما ستمثل بدورها ضغوطا قصوى على الإطار، خاصة أنه قرار حل البرلمان يعني لا يفضل الإطار التنسيقي، وبهذه الطريقة يكون قد تقدم السيد الصدر خطوة للأمام. ما رأيك؟ يعني اليوم إذا السيد الصدر والكتلة الصدرية قدمت استقالاتها من البرلمان، باعتقادي سوف تكون الكتلة الأكبر هو الإطار التنسيقي، وسوف يذهبون بتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم يمضون بتشكيل الكابينة الوزارية. لكن بالمقابل ما هي الخطوات الجاية بالنسبة للكتلة الصدرية؟ هل سوف ينزلون إلى الشارع؟ هل سوف تكون إثارة المظاهرات من جديد والمضي بمسألة إسقاط الحكومة؟